هنالك أكثر من 250 مشتل وأكثر من 15 شركة، وبه الفنانين التشكيليين، وبه برامج للأطفال، وبه مسابقات تقدم من حين لآخر. أيضا تشارك السفارات مختلفة بتقدم كل النماذج السياحية لديها. هذا المعرض يعنى بنشر الوعي البستاني بين كافة أبناء المجتمع السوداني. التحديات التي تواجهنا الاستمرارية، هذا عمل زراعي، والزراعة ما لم تكن لها استمرارية يفضل تركها. في بعض الأشياء بتواجهنا كأصحاب المشاتل أو كأصحاب الأعمال مثلا، في نقص في مياه وكهرباء برضه، يعني في أشياء من الكهرباء برضه شوية كده، يعني ما في كهرباء، فدي أشياء اللي تواجهنا في المعرض الزهور. فالزراعة يعني هي يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا، نعيش بها ونتأمل بها، فهي جزء من الجمال وجزء من الحياة، ولذلك يعني إقبال كبير جدا. والله المعرض جميل يعني، بس محتاج شوية تنسيق يعني، ومعارض مهمة جدا يعني في السودان للزراعة، لتنسيق الحدائق، يعني بتدي انشراح في النفس يعني. أنا شخصيا بحب الزراعة جدا، ومقتنية عدد كبير جدا من الزهور من هذا المعرض يعني.